السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة تقاسم أرباح بيتكوين إن شاء الله. مرحبا بكم في شرح اليوم، سأقوم بشرح لكم اليوم إيردروب. هذا الإيردروب الشير كوين يعطيك تقريبا 40 قطعة. يتبقى لي هذا الإيردروب لكي ينتهي 37 يوم، تقريبا شهر لكي ينتهي هذا الإيردروب. هذا هو الموقع الخاص بالإيردروب، لديه قناة على اليوتيوب الخاصة به. هذا هو الموقع، إذا أردتم الإطلاع عليه لديه عقد ذكي إيتير سكان. سأقوم بشرح لكم خطوات التسجيل في هذا الإيردروب. بالنسبة لخطوات التسجيل في هذا الإيردروب، سوف تقومون بالدخول إلى هذا الموقع، إلى البيتكوين تالك. من ليس لديه بيتكوين تالك فليقوم بالتسجيل في البيتكوين تالك. ستنزلون إلى الأسفل، ثم ستجدون هذه الخانات، هذه المراحل كلها. ستقومون هذه المرحلة، لا تقومون بالدخول إليها، المرحلة الأولى. ستقومون بتفعيل المرحلة هذه المراحل: تويتر والميديوم واليوتيوب والتليجرام والتليجرام جروب، تليجرام القناة والتليجرام جروب. سأقوم بشرح لكم هذه الخطوات كلها بالتفصيل. عندما تقومون بالدخول إلى هذا الموقع بيتكوين تالك، من لم يسجل في هذا الموقع فليتسجل، من كان مسجلا من قبل فليأتي ويقوم بالمراحل مباشرة. المرحلة الأولى يقول لك عمل فولو على تويتر الخاص بهم. المرحلة الثانية أيضا فولو على الموقع ميديوم، من لم يسجل في هذا الميديوم فليسجل. خطوة التسجيل سهلة. هذه المرحلة يقول لك عمل سبسكرايب على القناة الخاصة بهم على اليوتيوب، وهنا يقول لك عمل قم بتسجيل في تليجرام القناة الخاصة بهم، ثم هنا التسجيل في الجروب الخاص بهم. سأقوم بشرح كيفية التسجيل. سنأتي إلى التويتر الخاص بهم، نقوم هذا هو التويتر الخاص بهم، نقوم بالضغط على فولو. بعد ذلك سنقوم بالضغط على الميديوم. المرحلة الأولى، وتقومون بالدخول إلى الميديوم. من ليس لديه حساب في الميديوم يقوم بالتسجيل كالعادة. خطوة التسجيل سهلة. عندما تدخل إلى الميديوم الخاص بهم، تأتي هنا وتقوم بالضغط على فلو. أنا قد عملت فلو من قبل. ثم بعد ذلك عندما تفعل هذه الخاصية تضغط على فلو، ترجع إلى الموقع. بعد ذلك تقوم بعمل فولو على تويتر الخاص بهم، تأتي إلى تويتر ثم تضغط على فولو من هنا. هنا بعد هذه المرحلة يقول لك قم بالتسجيل على التليجرام الخاص بهم، على قناة التليجرام الخاص بهم. هنا أيضا يقول لك قم بالتسجيل على التليجرام جروب الخاص بهم، تأتي وتضغط على أذن، أو إذا كان عندك متصفح، إذا كنت متصفح بالتليجرام ستدخل عاديا، إذا لم تكن فتأتي وتضغط على أوبن ويب. عندما تضغط على هذه المرحلة سيحولك إلى الصفحة الخاصة به. هذا تليجرام، تقوم بالضغط على هنا ستارت، ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على نيج. سأترك لكم رابط التسجيل في هذه المواقع كلها. بعد ذلك ستأتي وتسجل على الجروب الخاص بهم. الجروب الخاص بهم لا يعمل لدي، أنا لم أدري ما المشكلة الذي فيه. الجروب الخاص بهم لا يعمل، أنتم أيضا لن يعمل لديكم. يقول لي ايرور لا يعمل. بعد التسجيل في هذه الخطوات سأترك لكم أيضا البوت الخاص به. هنا هو البوت. سأترك لكم أسفل الفيديو رابط البوت لكي تقوموا بكتابة اليوزر نيم الخاص بكم الذي قمتم بالتسجيل فيه في التويتر، وأيضا سأقوم بشرح هذه الخطوات كلها بالتفصيل. أقوم بالضغط على ستارت،
فعل ذلك سيحولنا إلى هذه الصفحة. أنا قد كنت مفعل هذه الخاصية من قبل. عندما تدخلون على البوت ستأتون أول مرحلة تضغطون على ستارت، بعد ذلك يقول لك هذه لن تكون فاليد معلمة بالأخضر، ستكون في البني تقريبا. ستقومون بالضغط على تويتر، عندما تقومون بالضغط على تويتر ستقومون بكتابة تويتر الخاص بكم. سأريكم كيف. عندما تضغطون على ستار سيقول لك هلو مرحبا، بعد ذلك يقول اكتب اليوزر نيم الخاص بك على تويتر، تقوم بكتابته. انا قد كتبته. بعد عندما تقوم بكتابته تقوم بالضغط على باك. طيب عندما تقوم بالضغط على بيك سيقول لك هنا هي الخطوة الثانية. الخطوة الثانية كتابة الايميل الخاص بك. ها هنا قد كتبت الايميل الخاص بي. بعد ذلك تقوم بالضغط على باك. عندما تقوم بالضغط على باك سيأتي ويقول لك قم بتسجيل محفظة، قم بكتابة ادريس محفظة ماي ايثر والت. عندما تقوم بكتابة محفظة ادريس ماي ايثر والت لصقها هنا ستضغط. عندما تنتهي من لصق هذه المحفظة ستضغط على بيك باك. عندما تقوم بالضغط على بيك سيأتي ويقول لك عمل فيريفي. ستقوم بعمل فيريفي. سأريكم كيف تقومون بعمل فيريفي. ستأتون وتضغطون على فيريفي. بعد ذلك يقول لك قم بالدخول إلى هذا الموقع الخاص بهم وأجبنا الأشخاص الذين، سيقول لك هنا من هم الأشخاص أصحاب المشروع الفريق الخاص بالمشروع. يقول لك إذا كان هناك شخص، يقول لك اختار شخصان تقريبا، هل هذا الشخص أم هذا الشخص. هذو كلهم أصحاب الموقع يوجدون في الموقع. سأريكم كيف إلى الموقع من هنا. مثلا سنقوم بالضغط على الموقع من هنا سيحولنا إلى الموقع. سننزل إلى الأسفل قليلا لأريكم كيف تختارون والأشخاص أصحاب الفريق الخاص بالموقع لكي يتموا بعمل فاليدي لتلك المرحلة. ستقومون باختيار إذا كان الشخص هذا ريهان حسن يوجد على الموقع، يوجد من الفريق الخاص بالموقع، تضغطون على أي. كذلك إذا كان هذا رام عبد الله مثلا بي ستضغطون على بي أيضا. ستنتهي هذه المرحلة. ستنزلون إلى الأسفل. أو التيم الخاص بي مثلا عبد الله يوجد، جنهيز غيد لا يوجد، حسن ريهان حسن. هذا الشخصان من الفريق الخاص بهذه العملة يوجدان على الموقع. نرجع ونقوم ها هو ريهان حسن وهو عبد الله. نقوم بالضغط على اي ثم بي بعد ذلك بي، وبعد كل هذه نقوم بالضغط على باقي. عندما نقوم بالضغط على بي يأتي هنا ويقول لنا نأتي هنا ونقوم بالضغط على سبسكرايب. نقوم بعمل فولو على القناة الخاصة بهم. هاي القناة الخاصة بهم. نقوم بالضغط على ابوني او سبسكرايب. بعد ذلك نفعل الجرس، من يريد تفعيل الجرس لكي يصلكم كل فيديو خاص بهذه القناة وخاصة بالموقع بالايردروب. عندما تنتهون من هذه المراحل كلها ستأتون إلى الأسفل تضغطون على بالانس. عندما تضغطون على بالانس هكذا نقوم بالضغط على بالانس. ماشي ونقوم بالضغط على بالانس. عندما تقومون بالضغط على بالانس انا لن تظهر معي حاليا، لا ادري لان الانترنت ضعيف. عندما تضغطون على بالانس سيريكم في البالانس الخاص بكم 40 قطعة هنا.
بعد ذلك تأتوا إلى الضغط على رابط الإحالة Referral Link. عندما تضغطون على Referral Link سيحولكم إلى Referral Link، تقومون بنسخ Referral Link الخاص بكم هنا ونشره مواقع التواصل الاجتماعي أو نشره للأصدقاء اللي يقومون بالتسجيل. هذا كل ما يخص شرح هذا الايردروب. اما بالنسبه لرابط البوت ستجدونه اسفل الفيديو، وايضا رابط التسجيل في هذا الموقع، رابط البيتكوين تاك. عندما يحولكم الى هذه الصفحه ستنزلون الى الاسفل مباشره، تقومون بالنزول الى الاسفل مباشره هنا وتقومون بالضغط على هذه الخيارات، تقومون بعمل فلو على تويتر، ثم عمل فلو على الميديوم، ثم سبسكرايب على القناة الخاصة بهم، ثم جوان تسجيل في تليجرام شانل، ثم هنا تسجيل في جروب خاص بهم. هذه الخاصية لا تعمل، اتركوها فارغة. إذا لم تعمل لكم لكي تقوموا بعمل جوان، وأيضا سأقوم بنسخ لكم هذه الروابط إذا بالنسبة للأشخاص ليس لديهم حساب في هذا البيتكوين تاك، سأقوم بنسخ لكم هذه الروابط تجدوا أسفل الفيديو، تقومون بالتسجيل مباشرة. ولا تنسوا الاشتراك معنا في القناة وتفعيل خاصية الجرس. من لا يعرف كيف يفعل خاصية الجرس، هاي خاصية الجرس، عندما تقوم بعمل أبوني ولم تفعل هذه الخاصية الجرس فلن يصلك أي فيديو. عندما تفعله هكذا سيصلك كل فيديو جديد أقوم بنشره يصلك. وهذا كل ما لدينا في شرح اليوم، وشكرا.